السلام عليكم ورحمة الله إخواني، كيف الحال؟ كل شيء مزيان، أتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نشوفوا طريقة عمل إيمو أوف على البواتي ديال أودي سي 15 ديال فوز فاجل. عندنا هذه الجولف كات اللي هي أودي سي 15، حتى هذه تكون في جولف كات باسات أودي سي 15. 130 الخيل باستعمال الكابل ديال الفاغ كاكان او الفاغ كوموندر اللي هو تيدوز غير الكالاين اللي هو تيقرا غير الاودي سي 15. عفوا، غادي ندوزو اللوجيسيال. اللي هو هذا عبارة 3.6، غنختارو الكالاين غنمشيو لانجين كونترول انيت اللي هو بواتي الموتور. كيف ما تلاحظوا فيه غير الاودي سي 15 في المازوت في ليسانس، في هذا يعني ما فيش الاودي سي 16 ديال جولف 5. غادي نديرو ريد اي بروم كيف ما تلاحظوا هنا، ها هو هنا بدا تيقرا لينا، ها هو عطانا الفيشي. كيف ما تلاحظوا هنا تيعطينا الكود بين اللي هو هذا والكيلومتراج، و تيعطيك يدير ايمو اون يدير ايمو اوف. هاد البواتي ديجا درت لها الايمو اوف اللي هو هذا، تلاحظوا انه تكتبت هنا 60، هنا 60، يعني الا ردينا ايمو اون غادي تبدل ليها هذا. وهنا كيف ما تشوف، لو بغيتي تبدل الكيلومتراج او لو بغيتي تجبد الكود بين، شي مرات ما تيبغيش يطلع لك الكود بين بلا باراي، طلعو من ما تيبغيش يطلع من الطابلو تبور، طلعو من بواتي الموتور. هادشي اللي كان اليوم، نتمنى لكم نهار زوين.